بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. اعتبر الإسلام عمارة المساجد من علامات التقوى والإيمان بالله. يا سادة، إن المسجد أو الجامع دار عبادة تقام فيه الصلوات الخمس المفروضة وغيرها، ويسمى مسجدا لأنه مكان للسجود. كل جامع مسجد، وليس كل مسجد بجامع. وفي الماضي كانت المساجد تبنى بأسلوب معماري يتسم بالبساطة، أما الآن ونحن نشاهد بناء المساجد فهي تجمع بين أساليب معمارية متنوعة. تحدثنا وأكدنا أن القباب بنوافذها المتعددة وبهذه الروعة وهذا الجمال وهذه العمارة يعني العالية تسمح بدخول الضوء والهواء إلى وسط المسجد. إذن القباب لها وظائف إنشائية وطبعا لها فوائد إنشائية وفوائد وظيفية. كان هذا المنظر من أعلى، فننزل بالكاميرا قليلا. هذه الروعة وهذه الجهود المبذولة. لا يسعنا إلا أن نقول بسم الله ما شاء الله. مرة أخرى ما زلنا نوثق هذه الجهود المبذولة في تعمير بيوت الله. بسم الله الرحمن الرحيم.